عبات لا اكثر ولا اقل. المهم مر من عندنا واحد بنبره صوته، انتم لو انكم موجودين بتستشعرون ان ليش كتبتها. هو قال بصوت عالي كذا هو يكلم، قال ايش؟ على طول التفت على مهند قلت له قال ايش؟ مهند قال ما ادري ايش قال، طيش او ايش شيء زي كذا. المهم قال اسمع معي الفكره، ترى هي طقطقه، هي جبتها بصيغه مذكر ان شخص يكلم وحده عابره. المهم قال ايش؟ قلت عيش داخل رجائي مكانك. قال ايش؟ قلت طيش عطني الواجد حنانك. قال ليش؟ دون ليش يا اخي ما ادور امانك، بس كانت الخطوه نغم. قالت نعم كبي الوهم انت احييتي صنم. والتفت وجه المكان وصارت الساعه 8 وقالت الموعد يفوت. قلت هذا هذا كان زمان، هاتي يدينك وانا شجاع، يلا قومي وهاتي رقمك. بس لحظه وشو اسمك؟ قالت اسمي في الحقيقه نفس وصفك نفس رسمك. قلت واللحظه عنيده جابت الفكره الشريده. قالت الهمتك تكلم؟ قلت سميتك قصيده، انت وزن البيت كله وانت قافم في محله، وانت كلمه بفم شاعر ريقها دايم يبله. وقفت والحسن غنى، قالت اطلب وش تمنى؟ قلت والقرصون واقف ادفي المشروب عنه. فنان. سؤالك بس